أختم وآسف إن أطلت عليكم بكلمة لأخواتي طالبات العلم. أجمل بالمرأة أن تطلب العلم، وإن الفضل الذي ذكرناه يشمل الرجال والنساء، ولكني أقول لأختي ينبغي للمرأة أن يزيدها علمها قياما بالحقوق عليها، فلا يلهيها طلب العلم عن حق أهلها ولا عن حق بيتها ولا عن حق زوجها، بل إنها تطبخ وتتعلم، تكنس وتدرس، تقوم بالحقوق عليها، وكلما ازدادت علما كلما ازدادت تواضعا. لا أخفيكم سرا أن بعض إخواننا يشتكون أن الزوجة إذا طلبت العلم تتغير على زوجها وتنغص حياتها وحياته، في كل أمر تأتيه وتقول هذه المسألة خلافية وأنا أرى خلاف ما تقول. أو تقول له تساوت الرؤوس، أنا طالبة عند الشيخ أحمد وأنت طالب عند الشيخ أحمد، رؤوسنا واحدة. هذا علم ما نفع. نعم، علم لا يطلب بل يستعاد منه ويهرب منه. العلم ينبغي أن يكسب صاحبه التواضع، ومن علامات العلم النافع أنك كلما ازددت منه كلما ازددت تواضعا، وكلما أيقنت أن الذي تجهله أكثر من الذي تعلمه. والمرأة كلما ازداد علمها النافع كلما ازدادت تواضعا لمن له عليها حق من والديها أو زوجها أو غير ذلك، لنجعل العلم نافعا رافعا ولا نجعله ضارا. فالوصية للرجال والنساء أن نحرص على طلب العلم، وعلى أن نسير في ركب طلاب العلم، وأن نتعلم من العلماء الربانيين، وأن نتعلم العلم النافع، وأن نجعل العلم صلاحا لنا في ديننا وزينة لنا في حياتنا، تحسن به أخلاقنا ويزداد به خيرنا لغيرنا.